واعتبارا للمجهودات الجبارة التي قام بها المكتب المسير للفريق واللاعبون وكذا الجمعيات المشجعة له وللمجهودات المبذولة من طرف السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية وباقي المتدخلين والتي أسفرت كلها على تبوؤ فريق سرير واتزم للرتبة الأولى في القسم الوطني للهوات. ينظم هذا الحفل بهذه المناسبة واللي كيترقصه السيد عامل صاحب جلالة على ركن المريكا وبحضور كافة الفعاليات سواء الإقليمية أو المحلية كاعتراف وتنويه لجهود كافة الفاعلين واللي تمكنوا باش أننا نوصلوا لهذه النتيجة والحمد لله. خير ما نفتتح به هذا الحفل آيات مبينات يتلوها علينا المقرئ السيد عبد الله بن تورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم خرج أبطال، خرج مثقفين، خرج شهداء ديال الوطن اللي ساهموا في استقلال ديال هذا البلد السعيد، فلهذا نبغيو دائما الصورة تكون متألقة، وأجمل صورة يمكن نعطيوها هو كل ما يرتبط بالجانب الرياضي، لأن ملي كتكون الرياضة ناجحة، راه كتكون بطبيعة الحال المجتمع كيكون في أمان، هانتوما كتشوفوا، يعني المجتمعات المتقدمة كلها تسعى جاهدة ودائما باش أن الرياضة تكون متألقة، فلهذا راكم كتشوفوا السيد الله ينصرو الراعي الأمين والريادي الأول كتشوفوا في الرسالة الملكية المناظرة ديال الرياضة اللي دارت بطبيعة الحال واللي عطات واحد التشخيص وعطات تصورات بالنسبة للآفاق المستقبلي ديال الرياضة بصفة عامة والكرة بصفة خاصة، راه عندنا بطبيعة الحال خارطة الطريق يجب أن نحترم كل ما هو مستطاع وأن نشتغل جميعا لكل ما في مصلحة البلاد. وأخيرا رمضان مبارك سعيد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البلد الأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وولي ذلك وسدد خطاه، وأسأل الله العلي القدير أن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسموه الأمير مولاي رشيد وسائر الأسرة العالمية الشريفة إنه سميع مجيب وتفضلوا بزيارتنا وسلامة. شكرا. لا مزيان.
ما لابس توني خاصك تجي هنايا وين انت هو غواديولا حيد بزاف